يعني صحيت من النوم الصبح تلقيت خبر وفاة عمي الحاج السيد يونس عبد العال أبو هيكل المدير العام بمطار القاهرة الدولي رحمة الله عليك يا عم سيد. هذا الرجل أول بيت دخلته في مصر كان بيت عم السيد يونس. أول بيت دخلته في مصر كان شادر السمك القديم وما كانش لسه الشادر اتشال في الزاوية الحمراء. وأول بيت دخلته في مصر وأول مكان أكلت فيه لما جيت من الجامعة، أول مكان أكل فيه عند حد قريبي وأول بيت لحد قريبي أدخله كان بيت عم السيد يونس. أشهد أمام الله أنه كان رجل كريم وكان رجل محترم وكان رجل وقور، وكان بيته مفتوح للغريب والقريب، ما قفل بيته في وش أحد. فيا رب العالمين لا تغلق أبواب رحمتك في وجهه، واجعل أول ليلة في قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعل قبره حفرة من حفر النار. اللهم أكرم نزله، اللهم تجاوز عن سيئاته، اللهم اغفر له وارحمه. اللهم إن كان محسنا، ونشهد أنه كان محسنا، فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا وأشهد أنه لم يسئ إلى أحد أبدا فتجاوز عن سيئاته. اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم باعد بينه وبين خطاياه كما باعدت بين المشرق والمغرب. يا رب اجعل أول ليلة له في قبره نور، ولقنه الشهادة، واحشره مع النبيين والصالحين والصديقين والشهداء، وحسن أولئك رفيقا. رحمة الله عليك عم السيد، والله العظيم بكيتك وقلب فطر على فراقك، وأنت في مقام الأخ الكبير، ويعلم الله ما في قلبي ناحيتك، فربنا سبحانه وتعالى يتغمدك بالرحمة ويرحمك. عم السيد يونس وابن عم والدي على طول، وفي مقام أخويا الكبير وعمي، توفى بعد ما يقرب من شهر أو أقل من وفاة بنته المرحومة نجلاء السيد يونس، الشهيدة نجلاء السيد يونس، لأنها يعني عانت من المرض، ونحتسبها عند الله شهيدة. رحمة الله على عم السيد يونس، ورحمة الله على بنته في مقام أختي المرحومة نجلاء، وربنا سبحانه وتعالى يصبر بناته وأعزيهن ويصبر زوجته الفاضلة، وأتقدم لها بخالص العزاء وكل الأسرة، ولصديق العزيز الأستاذ أنس أبو أحمد أتقدم بخالص العزاء، ولكل الأسرة وللعائلة، عائلتي في المراغة وفي كل أنحاء جمهورية مصر العربية، رحم الله عم السيد يونس. صعب جدا أنك تبدأ اليوم بخبر حد غالي عليك زي هذا الرجل الفاضل رحمة الله عليه. ما هي إلا ساعات ووجدت نفسي مجبرا أن أكتب هذا النعي.